امبارح حكينا عن المحترفين الجدد في دوري روشن السعودي، اليوم راح نتوقف عن صفقة نادي الاتحاد وهو الأنغولي هيلدر كوستا اللي ترعرع في البرتغال وتألق في إنجلترا والقادم إلى العميد معارم من ليدز يونايتد وبتوصية من المدرب نونو سانتو. ربيع أبو شقر. بعد أن ظل طريق اللقب في الأمطار الأخيرة من الموسم الماضي، أطل الاتحاد بصفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، لعل أبرزها الحصول على خدمات النجم هيلدر كوستا الجناح الطائر لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي. كوستا الذي ولد في أنغولا وعاش في البرتغال يحمل الجنسيتين البرتغالية والأنغولية، هو ابن مدرسة ملعب النور في لشبونة، تدرج في الفئات العمرية للمنتخب البرتغالي وعند وصوله للمنتخب الأول اختار تمثيل أنغولا. هو الناشئ الذي أمضى فترات طويلة متنقلا بالإعارة من بنفيكا إلى ديبورتيفو لاكورونيا وموناكو وولفرهامبتون وليدز يونايتد وصولا إلى فالنسيا قبل أن يحط الرحال في جدة. تعد كوستا التي تبلغ قيمته الحالية في سوق الانتقالات 5 ملايين يورو إضافة هامة للعميد، وقد أتى به المدرب الذي أشرف عليه في إنجلترا نونو سانتو. دفع فيه الاتحاد أقل من 5 ملايين يورو وتغير عقده إلى عقد إعارة مع خيار الشراء بنهاية موسم 2023. المعسكر النمساوي للعميد بقيادة برتغالية متمرسة إنجليزيا قدم فيه كوستا على أنه اللاعب الذي كان ينقص العميد في الموسم الماضي، وهو يجيد اللعب على الجهتين ويتمتع بقوة بدنية هائلة ستدعم بلا شك خطط هذا المدرب القدير القادم من البريمير ليج والذي جاء على أنقاض المدرسة الرومانية. لكوستا لقبين في البريميرشيب مع وولفرهامبتون وليدز يونايتد ولقب في البرتغال مع بنفيكا. هو يعد العدة ويستعد لموسم طويل وشاق، فالأعين ستكون شاخصة عليه لانطلاقة اتحادية متجددة عبرتها تبقى في الخواتيم. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. السؤال، هل هو الحلقة المفقودة كانت في الاتحاد؟ مصطفى، نعم. أول شيء لغياب الأجنحة لفريق الاتحاد، محتاج لاعب على شكل يد كوستا، عنده مهارة، عنده سرعة، وعنده الإجادة على الطرفين، لاعب كسيرة ذاتية قوية جدا لما يلعب لي مع بنفيكا، موناكو، فالنسيا، ليدز والفرهامتون، فعند الخبرة الكافية جدا أن ينقل كل هذه الأشياء لفريق الاتحاد. وسنه معقول، وسنة معقول 28 سنة، بيعطي فرصة أكثر لإيغار كورنادو إنه يلعب كصانع لعب أكثر في بعض المباريات، لأن العام الماضي كان يلعب على الطرف في بعض المباريات. السنة هذه لما بيكون هو متواجد كوستا، إيغار بتغير توظيفه. وبعدين هي توصية من المدرب نفسه، عارف قدرات اللاعب وعارف كيف يقدر يوظفها لصالح فريق الاتحاد. يعني رتويت لكلام أبو عوف، لكن في نقطة أنه لا تنسوا في الاتحاد لديه فهد المولد إيقاف، وخالد العبود استمراريته في النجومية في الموسم الماضي غير مستمرة، يعني ممكن يلعب أو يبدع في مباراة ومباريتين يتراجع فيها. الأهم أنه كلاعب أجنبي لا يتعارض مع مراكز اللاعبين الأجانب المتواجدين، والأفضل من وجهة نظري أنه المدرب هو من اختار وهو من سيحاسب.